حياكم الله سادتي الأكارم. موازنة 2023 الآن هي على أبواب الإعداد في وزارة المالية والحكومة تحديدا، ومن المؤمل أن تكون في نهاية العام الحال عند مجلس النواب. الموازنة التي في مضمونها برامج وبأبوابها إنفاق تحاول أن تجعل من هذه الموازنة هي متميزة عن الموازنات الأخرى من خلال وجود برامج تدعو إلى خدمة، لكن المؤشرة حتى الآن لا تؤكد بهذه سوف تكون هي موازنة خدمة، لكن ربما الأيام المقبلة سوف تشهد وضوح ما سوف تقول إليه موازنة 2023. نناقش هذه الحلقة مع ضيفي العزيزين الدكتور أحمد هدال خبير الاقتصادي، حياكم الله دكتور أحمد. حياكم الله. وإذا الدكتور مصطفى حنتوش الباحث في الشأن المالي، حياكم الله دكتور. سنة دكتور أحمد، خلي أبدي وياك. احنا في كل سنة تحديداني كل سنة ناقش موازنة لسنوات السابقة، يصير اللغط على الموازنات الاتحادية بشكل عام، مو بس 23، كل سنة يصير لغط على الموازنة. هذا يقول لك أنا تخصيصاتي استثمارية جو 30 تشغيلية 70، وهي ما انحلت. هسه الحد الآن هي ماكو هوية، لا توجد هوية للموازنات الاتحادية. هل هي هوية يعني هوية برامج أبواب إنفاق؟ يعني كل موازنات العالم بيها هوية، إلا موازنة العراق ما بيها هوية، ما تعرف يعني يقرها شيء والتنفيذ شيء ثاني. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أستاذ أيسر والدكتور مصطفى والمشاهدين الكرام. طبعا احنا بداية الموازنة كما ذكرت من 2003 لليوم هي هويتها بنود، يعني واضحة الموازنة من قبل 2003 ولغاية اليوم هي ماشية على هذا المسار. لكن أنا أريد أذكر نقطة مهمة وأن ندخل بصلب الموضوع، صلب الموضوع الموازنة العامة. نجد أن الحكومة نفسها تخرق القانون وتتجاوز على المواد القانونية، منها المواد القانونية اللي ذكرها قانون الإدارة المالية سنة 2019، ذكر أنه يجب على وزارة المالية أن تقدم أو الحكومة تقدم الموازنة بالشهر 11 إلى مجلس النواب. هذا موعد نهائي، هذا موعد نهائي منتصف، قبل منتصف شهر 11 من كل سنة تقدم موازنة العام المقبل حتى يتسنى لأعضاء الحكومة ويقدم مجلس الحكومة. لأن هي تبدي منين؟ تبدي من الوزارة وتمر بمسار وزارة المالية ومن ثم إلى مجلس الوزراء لتناقش، يقرها مجلس الوزراء وتنتقل إلى مجلس النواب. مجلس النواب اليوم ما مهتم ب قضية البرامج، لأنه البرامج حقيقة يراد لها ناس متخصصين يضعون قواعد للموازنة. هنالك قواعد وما ذكر بالمنهاج الوزاري وبالورقة البيضاء وبالخطط الاقتصادية لوزارة التخطيط 65 كثيرة جدا، وهي منهجية رائعة جدا، لكن أين هو التنفيذ بهذا الموضوع؟ مواد القوانين اللي قانون الإدارة المالية والدين العام، بهذا القانون قال انه يجب ان ترسل موازنة الى مجلس النواب منتصف شهر 11، وحتى قال انه يجب ان تكون هنالك شفافيه بالموازنه، اين ستذهب النفقه العامه حتى المجتمع، لانه هذه اموال الشعب واموال الناس، لازم الناس تعرف وين راح تروح النفقات العامه. من تروح لمجلس النواب، مجلس النواب راح يقرا ارقام ويقسم حسب ثقل أو النقاط اللي موجودة بمجلس النواب، يقسم حسب المشاريع اللي يريدها هو. أكو يعني جهات محددة، مثلا اللجنة المالية تابعة لي كذا جهة، هذه شو تسوي؟ تقسم المشاريع على أساس اللي ما تريده هي، مو على أساس حاجة انتخابية. أحسن، حاجة انتخابية، مو على أساس الإنتاجية الحقيقية للنفقة العامة، ولا على أساس البنى التحتية، ولا على أساس البرامج. يعني تصور من 2003 لغاية اليوم وأدوات وزارة المالية هي نفسها، واليوم السيدة طيف وأنا سبق والتقيت بها أعتقد مرتين في ورشة بأربيل، وحتى ذكرت لها هذا الموضوع، قلت لها إحنا ليش ما تخلون برنامج واحد نخليه بالموازنة، ونخلي هذا البرنامج يعني مدى، يعني نخليه معيار لمدى نجاح الموازنة العامة. أخلي برنامج واحد خاص بالقطاع الزراعي أو خاص بالقطاع الزراعي بمحصول معين من القطاع الزراعي، وأحمل مدير الجهة
تكاليف المشروع والخروقات الموجودة بالمشروع على مود لا حد يقول بعدين من تنتهي الحكومة يقول الكل يتحمل المسؤولية. هذا الكل تتحمل المسؤولية، هاي راح تتبدد الأموال وتروح الأموال. 500 مليار دولار اليوم إذا جبتها وخليتها بالموازنة ما راح تنجح الموازنة، لأن أكو تسرب كبير جدا. 168 إحنا تسلسلنا بمدركات الفساد، ترتيبنا 16. كل ما تنزل من 16 هذا ترى يعتمد على هواي مؤشرات، من ضمنها على مئات المؤشرات، من ضمنها الانفاق الحكومي، التعيينات، السرقات، الفواتير المزورة، الاستيرادات، غسيل الأموال إلى آخره. هذا يعتمد المؤشر. اليوم ترتيبنا 18 بالدول. كل ما تروح توصل للمية أنت راح تكون خالي من الفساد، كل ما تنزل احنا متدني جدا، يعني اخر ثالث دوله بهذا المؤشر. مش وقت ما نلقي برامج محدده الاهداف وبرامج يخصص لها اموال بجدوى اقتصاديه واضحه حتى نقول اليوم الموازنه راح تنجح. اذا اجت الموازنه بنفس الاشكاليات السابقه انا اقرا على هذه السنه القادمه السلام، لا بنى تحتيه ولا مشاريع تحقق الإنتاجية ولا حفاظ على العملة الأجنبية. على المحور الأول اللي تكلمت عنه أنه هوية الموازن، أروح الدكتور مصطفى. دكتور أنا أعرف شوي أنت مهتم بكل عام على ملف الموازن، لكن أروح بتفصيلة صغيرة داخل الموازن بعد إذا عندك أنت إطراع على الموازن إذا تضيفه. في كل عام هاي البودقة أنه العجز لدى الموازنة كذا تريليون، نهاية السنة يطلعوا عندنا فاض ما تعرف شو. هاي واحد. اثنين، كل سنة كان يحددون انه الايرادات الغير نفطية 6-10%، تبين وراء سرقة القرن عندنا تريليونات، يعني لو تجمعها في السنوات السابقة لا يوصل حتى 20% ايرادات الدولة. صحيح. زين، هاي تتوقع راح تعالج موازنة 23 ومثل ما قال دكتور أحمد راح يصير حالة حال موازنة السابقة؟ تفضل. بداية أرحب حضرتك ورحب دكتور أحمد ضيفكم العزيز ومشاهدي قناتكم الكرام. حقيقة نحن في الأساس نتكلم الآن سعيد حضرت فضلت بها حضرتك أن نحن عندنا يعني أنت غير النفط إيرادات في الاتصالات، في النفط الداخلي، في الموانئ إيرادات غيرها، هذا يحتاج لهم معالجات ذني. هذين الأمور بعدها يعني حقيقة مبكر جدا الكلام عن معالجتهم، يعني ما لنا احنا نروح نصلح القطاع النقل ونجيب ايرادات، نروح نصلح قطاع الاتصالات بسوي عقد نص مليار دولار وهم يربحون 11 مليار دولار شركات الاتصالات والثانية، يعني بعد لنا 10.5 مليار دولار خلي يطلع منهم 5. هذا بعد الكلام جديد، يعني هذا بعد مبكر جدا. احنا ايش قاعد نحكي؟ شلون تفضل ضيفك العزيز، نحن نحكي عن اساسيات وضع الموازنة، يعني خلينا نحطها صحيح بعدين عود نجيب ايرادات الاخرى. زين، العجز فضلت به حضرتك، احنا يسموها موازنه السيناريو غير البرامج. اسعار السعر المعتمد للنفط في دول العالم لما انت عندك مورد ضخم ومورد متقلب ما يحطون سعر واحد، يعني مثلا المانيا تصيغ موازنتها على سيناريوهين، سعرين لاسعار الخضار، تاخذ متوسط الاسعار. طبعا المانيا دوله صناعه وعندها انتاج زراعي. اسعار الخضار ببورصه متقلبه، تعرف مواسم ومدري شو هاي، فما تحط سعر الخضار متوسط واحد للايرادات مالك دوله، لا تحط سعرين. احنا النفط متقلب اكثر، لو الخيار متقلب اكثر، لو الطماطم متقلب اكثر. طبعا النفط هناك رفض يوم. بالضبط، هناك رفض لوضع سيناريو بثلاث سيناريوهات. احنا تعالوا يا جماعه انت خلي السعر، احنا يسمون ليميتد، اخذ السعر الاقل هسه حيحطون 70 دولار هذا اقل سعر. زين، خلي 70 دولار راح يطلع لك ايراد جمعه مع الايراد غير النفطي، غطي بيه رواتبك وجانب الاستثمار، موازنه تكميلي. اي هذا واحد. بالموازنه نفسها خلي 75 دولار سيناريو اخر، حط بيه جداول عندك مشاريع انت متلكي، اذا صار هذا الرينج هذا 75 دولار انا شو اسوي؟ امول هاي المشاريع. سيناريو ثالث 80 دولار. هذا الثلاث سيناريوهات شو يسوون؟ شو يصير تقلب بأسعار النفط؟ أنا مغطيها لو مغطيها؟ مغطيها بالحالة هاي، ما محتاج موازنة تكميلية، ما محتاج. شلون احنا ب 2021 جتنا تريليونات وحاطيها بالخزينة وعندنا 1500 مشروع متلكئ. هسا احنا بحالنا هذا، عندنا تريليونات وعندنا مشاريع شبيهة متلكئة، يسأل المواطن ليش ما هالفلوس تطول هالمشاريع؟ أقول له ما حاطيها بالموازنة، لأن موازنتنا ما بيغير سيناريو واحد، سعر واحد فقط. فهذه معالجتها بسيطة، نحط أكثر من سعر للنفط فقط ونشوف اللي راح يصير، اللي يتحقق هذا السعر احنا مغطيه برنج وعلى هالترتيب هذا.
نأتي إلى هي شلون تتكون الموازنة في العراق. الموازنة تصيغها ما يقارب 8 جهات، المسؤولة عنها تقريبا 8 جهات. وزارة المالية موضوع الرواتب، رواتب الموظفين تشغيلية، تشغيلية بالضبط، راتبة، علاوات، ترفيعات، تعيينات جديدة، زين. وزارة التخطيط تصيغ وتكتب وتقرر وتضع موضوع المشاريع الاستثمارية. أي مشروع استثماري موضوع فاشل ناجح منه حطه وزارة التخطيط. البنك المركزي يضع السياسة النقدية ويطبقها، يقول هذا السعر هذا 1400 وكسر أو 1200 كان قبل، وأنا أمول الدولة بإيراد النقد، فهذا يوضع في الموازنة. مجلس الوزراء يصيغ رؤيته، برنامجه الحكومي يجيبه دخله بالمشاريع، أنا أريد هيجي وأنا أريد هيجي. مستشارية رئاسة الوزراء تضع الأسس العامة، إن هاي الموازنة نريد نميل هاي الكفة، نريد نميل لهذه المحافظة، زين. اللجنة المالية البرلمانية لمراعاة مصالح الأحزاب وبعض السياسات، هذا شيء علني وليس يعني النيابة، هاي منطقة متضررة، هاي المنطقة نريد لها مدري شنو، زين. ها صار كم جهة؟ ستة. عندك جهات استشارية أخرى مثل البنك الدولي يضع بعض آراء، أمم المتحدة يعني تحصل حاصلة، تحصل حاصلة. صار كم جهة؟ ثمانية، كل واحدة مسؤولة عن موضوع. المؤثرات اثنين، مالية وتخطيط، لا مستشارية رئاسة الوزراء والتخطيط. لأن المالية شنو؟ المالية راتب يحتاج لقانون، إذا ما صرفت الراتب شي يصير تنقلب الدنيا، لكن هو الراتب اطيته لو ما اطيته أنت، هذا مشكلة مواطن، مشكلة فئة معينة. احنا صارنا ما يقارب أستاذ أيسر 18 سنة عايشين على الرواتب تنصرف بشكل مباشر، لكن هل خلنا احنا بالراتب ما دا يستلمه الموظف؟ لا، دا يستلمه ودا يصرف. خلنا هو في جانبين، جانب الاستثمارية وزارة التخطيط دامرتنا، هسا أشرح لك شلون، وخلل في استشارية مجلس الوزراء اللي هو يضع الصوت. مجلس الوزراء رئيس وزراء ليس رجل اقتصاد، لكن بس عندنا السيد عادل عبد المهدي كان رجل اقتصاد وما طول سنة. رئيس مجلس الوزراء على مدى هو رجل مختص في مجال محدد، فالاقتصاد يحتاج لأحد شنو يبلو له فكرة، فهؤلاء هم اللي يقولون رئيس الوزراء، يقولوا له يابا ركز على هاي النقطة، هاي النقطة مهمة، هاي يحتاجها الشارع، والرجل يكتبهن ويشوف برنامجه ويطرحهن بالموازنة على أساس يطابق. هؤلاء حقيقة لم يؤدوا بواجبهم منذ 18 سنة، بل تأثيرهم سلبي. نلتقي بهم يابا، عندنا مشكلة. شنو الرؤية اللي يعني بالتالي وضع العراق وضع يعني وضع مو استثنائي ولا وضع داعش اقتصاديا، هو اكو محاور اساسيه موجوده مكشوفه للعيان. الخدمات هي واضحه جدا، العقارات واضحه جدا، الرواتب بالله هي اساسها موجوده، تعيينات كل ماكو، بس اكو شغلات اساسيه انت بس خلصنا منها اللي هي اللي هي الاستثمار، يعني هو ما يحتاج رؤيه ولا يحتاج استشاره واضحه، حتى جيب طالب مرحله اولى اداره اقتصاديه ممكن يقول لي غير. زين، هم هذين الشغلات تحكي عليها انت، نقولهم عليها ما يقولوها، يقولوها قدامنا. يجي رئيس وزراء، رئيس وزراء ما يعرف هاي، لا ما يعرف، هي بديهيات الحكومه، لا ما يعرف. يعني اضرب لك مثل، هسه رئيس الوزراء الحالي حاط له 500 الف قطعه ارض توزع بالبرنامج الحكومي، وش حكي؟ زين، هو الرجل عنده برنامج جايب وزاره الاسكان والاعمار، قال لهم يا بعيد تفرزوا لي 500 الف قطعه ارض، هذه معلومات وليس كلام، على المحافظات، على المستويات، عندنا دار كان بها فرز وضيفوا عليها، حكي بي شيء، هو رؤيته تطبق الموضوع، لكن هو ما يعرف ان هذا الموضوع لازم جد حط له تخصيص بالموازنه. هي هذا خدمات، ما يعرف ان هذا لازم طريق وفلوس وما ادري شنو، هاي شغله منو يقول له؟ المفروض ذول المستشارين وفريق الويا ما يقولوا له. هسه راح تطلع موازنه 2023 بدون تخصيص ل 500 الف قطعه ارض، اللي كنا متامنين شو يصير باسعار العقار بها؟ تنخفض. وهاي مناشده ببرنامجكم، مناشده ببرنامجكم للسيد السوداني، ترى نسيت الشغله، انت حط لها 500 الف قطعه ارض من دون تخصيص، لا طريق لا مجاري لا مياه لا كل شيء، فبالتالي مشروع وهمي حاله حال البقيه. يعول على الاستثماري هنا يجي، هو مو استثمار، هو ارض يعطيها مجاني او يبيعها، هو مو استثمار. زين زين، فبالتالي هذا الفريق انا اقول انه سبب عدم التركيز على النقاط الجوهريه. نجي وزاره التخطيط. لا انا قبل اروح التخطيط يا استاذ مصطفى، انا بروح على نقطه ما ارد اعبرها. ما ارد اعبرها دكتور احمد، ارجع للدكتور مصطفى. عمل الاستشاريه داخل مجلس الوزراء وضحها دكتور مصطفى، يمكن اكو فد يعني فتحه او جون بين داخل، بس انا الرؤيه اليوم اللي تضحي الحكومه في كل سنه البرنامج الحكومي الموضوع ما راح يتطابق ويا موضوع الموازنه اللي اشاره دكتور مصطفى قبل شويه. صح، المشكله وين؟ المشكله بتنفيذ البرنامج،
له مشكلة أصلا بأساسيات الموازنة. يعني أنا الآن من أضع اليوم موازنة للرواتب كذا هاي عامة، الاستثمارية حطت لها 29% وهاي تخصيصات وهذا العجز من أوزع الوزارات، يبدأ الوزارة ما ينفذ. لا هي القضية يعني احنا من نقول هيئة مستشارين اكو هيئة مستشارين، ما مستشار دحكي بشكل عام وبشكل عام يعني هم اللي يخلون الموازنة وكذا. هيئة مستشارين ترفع لهم يعني هم يرفعون مقترحات ترى، واغلب المستشارين اللي موجودين برأس الوزراء هي مناصب ارضائية وليست مناصب حقيقية، يعني ناس اكفاء ومختصين وعندهم دراية بالوضع الواقع الحالي. يعني انت وزير المالية من اجى سابقا انصدم بالواقع، ما يدري ما يعرف شنو الواقع، قاعد مكتب وميز وجاي يطبق الآليات الغربية، الآليات يعني هاي النظريات اللي احنا قريناها ودرسناها، هذه تصطدم بالواقع. الواقع شيء والكلام شيء. ثانيا افترض اليوم 100 مليار عندنا، 100 مليار بعنا نفط هاي السنة، 100 مليار، هاي ال 100 مليار منو مسؤول عنها؟ منك حكومة تنفيذ حكومة، بس منو اللي مسؤول الأساسي عليها؟ وين بياخذ زينة يعني وين تخزن؟ تخزن بحساب وزارة المالية. وزارة المالية من 2003 لليوم اعتمدت منهجية الإنفاق الترفي والاستنزافي اللي يستنزف موارد الدولة عن طريق زيادة الوظائف غير المنتجة. وأنا كنت سابقاً شو أقول؟ أقول لا، لازم ما نخلي وظائف، لازم نحد نرشق الموازنة الجارية، لازم كذا. بس هسه بعد السرقات اللي موجوده والشعب جاي يباوع بعينه، واليوم 2 مليون دولار اليوم هسه حاليا انطرح 2 مليون دولار من مصارف لبنان اللي من المحتمل ان كان يعني يسحبون 18 مليار دولار. شوف الارقام، وعلى الارقام عندنا بالموازنه الجاريه. انا ليش اقول وزاره الماليه مسؤوله؟ لانه هي عندها وزاره التخطيط صح وياها للموازنه الاستثماريه، لكن ما يتبقى من الموازنه الجاريه يذهب الى الاستثماريه. الجارية شوف ايش قد عندنا، عندنا تقريبا 45 تريليون تعويضات موظفين، هذه واجبة الدفع أساسية. من اللي يصدر سندات الدين العام؟ احنا عندنا فائض 6 تريليون عام 2021، وينه؟ ماكو. عندنا فائض عام 2018 30 مليار او 30 تريليون، وينه؟ ما نعرف. عندنا كل سنة مالية 5 سنوات فقط بها عجز، فقط 5 سنوات عجز داخلي و4 سنوات عجز خارجي من 2003 لحد 2020. الفائض المتحقق بالموازنة وينه؟ ما نعرف. زين، من تجي لتعويضات الموظفين راح تلقيها مبلغ محدد، ايش قد؟ 45 تريليون. هاي ال 45 تريليون بعد شنو وياها على مود تكمل الموازنة الجارية؟ وياها بنزين، غاز، اثار، مصروفات الوزارة، مصروفات تافهة بالوزارات. يعني هو المسؤول بالمحصلة السلطة التقديرية للمديرية وللوزارة وللمؤسسة بالدولة، توقيع يروح رأساً يجيب وصولات وفتشي يعني تقليدي وتافه اللي موجود. بس بالمحصلة النهاية رقم تقريباً 10 تريليون دينار بالموازنة، بالموازنة غير التعويضات. هاي العشرة تريليون دينار ما تسوي بيها مشروع للبنى التحتيه اللي انت في يوم فتت ببغداد وشفت فتشي صرح تجاري او صرح صناعي، التجاري بالله جاي هذا حتى تتداخل به غسيل الاموال جاي يصير ينطيح خنق بغداد بالمولات والى اخره. فتيوم شفت لك صرح تجاري نقول اي والله نفتخر هذه بفلان حكومه. انت سوي لي وحده، انت نفذ لي مشروع واحد وكمله باقصر مده زمنيه على مود نقول هذا المنجز مالتك، مثل بس ماي. بس ماي ما حد يقدر ينكر انه هذا منجز. رؤية انا على مود اتدخل بهذا الموضوع، رؤية الموازنة. نعم. في كل سنة احنا نسمع اراء الدول الاجنبية. دكتور مصطفى انا اريدك على حساب ختامي بصوت مولي شوي. نعم. كل الرؤية العالم من يباوع يشوف يعني تقارن موازنتنا ويا موازنة اخرى. ما تتقارن. ماكو مقارنة. انا اخذت تجارب الاردن واخذت تجارب مصر. كعدد السكان وكخدمات وكتسليح يعني كوزارات امنيه وخدميه، صح. لو تعكس هاي الموازنه على بيجي الدوله وتنقص منها هم تطلع. صح. ايش ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء؟ طبعا ذكر نقاط هو ما يقدر يسويها، نقاط صعبه مو سهله. مثلا ذكر بالمنهاج الوزاري تحليل المشاريع حسب التكلفه والعائد، وهاي تحليلات ضمن الجدول الاقتصادي وضمن علم المالية العامة، تحليلات يحتاج لها ناس عندهم إرادة. أدواتك أنت اللي جاي تشتغل بيها نظيفة
مثل ما شفنا راح زار المستشفى وهذا واقعنا من 2003 احنا نعرفه يعني. المهم من تروح للأردن الموازنة، الأردن الموازنة، الجزائر الموازنة، مصر حتى الجارية، مو احنا نقول هاي جارية ما لها علاقة وزارة المال، حتى الجارية بالصحة هو جاري الصحة نفقات يعني دورية لازم كرر مخلي له برنامج الوزير الصحة، وزير الصحة مخلي برنامج للوكيل، الوكيل مخلي برنامج للمدير العام، المدير العام مخلي برنامج، وهكذا تستمر هذه البرامج على متعرف الخلل وين وفلوسك وين جاي تروح. بالجارية إذا عندك 70 تريليون بالمحصلة يقول لك إحنا عندنا 30 تريليون راح تروح استثمارية، الله وزارة التخطيط خصصي. منو المسؤول اليوم؟ وزارة المالية، لأنه هي جاي تبدي بالجارية تصعد صعود غير منطقي. هذا يودينا سؤالك دكتور مصطفى، أنا ما أقدر أرجع لك، هذا يودينا السؤال اللي هو أني اللي هو الملف الغائب الحاضر في كل الحسابات الختامية. ما معقولة دولة تسن طبعا شهادة اللجان المالية البرلمانية في كل عام، ما معقولة دولة تخصص موازنة بعد حسابات ختامية. يعني أنا أعرف حتى أبو البيت من خصص له مبلغ شهري خلينا نقول هو عد اليوم اكتفاء ذاتي، اليوم أريد أعرف قد أصرف. أنا ما أعرف قد صرفت على أساس أنه أحط موازنة. هل من الممكن تدار موازنة اتحادية لبلد ما عند حسابات ختامية؟ احنا عندنا حسابات يعني سنوية، عندنا حسابات فعلية تسموها، وعندنا حسابات مطابقة. حسابات الختامية شنو فكرة الحسابات الختامية؟ ان انت 2000 وش قد هسه 2022 كل اللي صرفته انت ب 2022 على مشروع على إضافة على هاي تجي تختمه خلاص، انت بعد ماكو صرف. احنا كدولة عراقية عندنا استيرادات، يعني مثلا هو اكو بعض التعارضات تي تستورد انت مثلا سلاح، تي تفتح اعتماد مستندي عن طريق الدولة، يفتح لك اعتماد مستندي تستورد انت جزء من السلاح زين، الدولة ما تدفع لك اعتماد الا اللي انت متفق عليه اللي هو جزء، تيجي الاعتماد يجي الجزء الاخر مالته الدولة تفتح لك تكملة مالته زين. هذا الموضوع ياخذ سنة او سنتين. إذا أنا اللي أسوي حسابات ختامية لازم أغلق هذا الحساب نهائياً، أغلق هذا الحساب نهائياً. شو راح أمولي؟ لازم على سنة 2023 إذا أكون موازنة أسوي له تخصيص جديد. هي هنا عندنا مشكلة، إحنا إجراءاتنا المالية بسيطة وضعيفة وغير قادرين، حتى بالداخل مقاولين نحجز فلوسهم تكمل طلع لجنة فنية لجنة تأخذها 4 أشهر خلصت السنة ما أنطي هذا يقول لي تلكئتني. فإحنا الحسابات الختامية إن أنا أقطع الصرف نهائياً على هذه السنة هي حقيقة تضع الدولة بإحراج، لأن السنوات قاعد تجينا ما عندنا موازنة. لازم ولا ما تقطع الصرف خلاص تختمها تدسها البرلمان، البرلمان يدسها كنهاية ويطابقها. احنا ايش محتاجين؟ محتاجين تجديد، تجديد بالإجراءات، تجديد ببعض القوانين، ثورة اقتصادية ما صارت ترى اليوم. خلنا نقعد هنا نقطة دكتور مصطفى، شهادة البرلمان في السنوات السابقة يقول لك أنا ما عندي بيانات ختامية، ما أعرف الدولة صرفت. لا لا أساس. لا هذا حكي للإعلام، عندنا شيء اسمه موازنة فعلية. إذا تطلع القنبلة من ديوان الرقابة المالية تصير انفجار، موجودة كل الحسابات بديوان الرقابة. العفو دكتور مصطفى، بس بهاي النقطة موجودة كل الحسابات الختامية بديوان الرقابة المالية. ليش؟ لأنه ديوان الرقابة المالية بأي دائرة حكومية عنده مكتب، هذا المكتب يتابع الإنفاق ويتابع التجاوز على الإنفاق ويرفع تقارير شهرية ويومية وأسبوعية، يعني موجودة. موجودة بس ما أعطيك دليل على أنها موجودة. ما عندنا موازنة سنة 2022، ما عندنا موازنة. إيش صرفنا؟ صرفنا 1/12 قانون دائما إيش يقول لك؟ من المصروف الفعلي. المصروف الفعلي مين طلعته؟ موازنة مالت العامة لا الدوائر نفسها يطبقها. فبالتالي عندنا، لكن عملية حسمها وإغلاق جميع الملفات ومصادقتها ما موجود. لكن هل معناته أن الدولة بدون موازنة بدون حسابات؟ لا، موجود شهريا ما يأخذ استحقاقه من الراتب ومن المشار إلا يجيب مالت الموازنة زين. أسا أنا إذا استغل الفرصة أدخل في بحر التخطيط حتى تكون واضحة جزء التخطيط اللي أنا برأيي هو الفساد الأكبر. ضيعنا 300 مليار دولار على وزارة التخطيط. ولي أسا كم مواطن هسا بسيط؟ إحنا هسا المواطن بسيط بنقول له شنو وزارة التخطيط؟ يقول لك المفروض هي من ترسم السياسات أقلها الاقتصادي معه في زين. هي من ترسم السياسة الاقتصادية للبلد بالضبط. وين السياسة الاقتصادية؟ زين إحنا عندنا تشغيلية 90 تريليون رواتب زائد مصروفات أخرى اللي هي بنزين وغيره ما ادري شنو. هاي سنه 2021 هاي السنه اكو تعيينات واضافات قد تصل الموازنه التشغيليه الى 100 تريليون قد 100 تريليون هسه اكو حسبه واضحه، خلي يكون واضح حتى للمشاهد. الموازنه الاستثماريه كانت في سنه 2021 صرفنا بها على 7000 وكسر مشروع
27 تريليون. ايش قد 27 تريليون؟ مع وجود 1000 وكسر مشروع متلكي، 1800 و700 وقت. طبعا داعش مشروع واحد 200 مستشفى. يعني ما عبالكم نقول 1000 مشروع، عبالكم كل مشروع بسيط، مشاريع عملاقه بهن. الحسابات تقول لك انه بالزايد بالزايد اذا تيجي تنفذ كل مشاريعك انت كوزاره التخطيط يصير موازنتك الاستثماريه من 35 تريليون الى جيد الى 40 تريليون. ايش قد كانت بال21؟ كان نصف على الاف المشاريع 7000 كسر 27 تريليون. زين اذا ظهرت الموازنه بهذا المقدار من 100 الى 150 تريليون، 100 تشغيليه 50 تريليون للاستثمار، قلنا هو 35 موجود على ارض الواقع كنت تمشي انت 15 تريليون، هاي خلينا نقول زياده انفاق في بعض الجهات ما ممكن تسيطر على الاحزاب وعلى هاي. من 100 ل 150 فهي موازنه راح تفعل الجانب الاستراتيجي اللي قاعد على رئيس الوزراء اللي هو وجود صندوق تنميه نحط به الفائض غطاء لهذه الالاف المشاريع. سنه الجايه اسعار النفط راح تنخفض، مين تصف على هاي 10000 مشروع انت؟ انت مبوبها بالموازنه بالضبط. لازم انت تضطر شو تسوي؟ توقفهم مثل ما السنوات اللي فاتت لكينا الاف المشاريع، رجعنا صرفنا، رجعنا وقفناهم. فهذا الصندوق التنميه اذا كانت الموازنه عند 150 تريليون راح نحط به فلوس تقريبا 20 30 تريليون، هذا حيكون هو غطاء استراتيجي لمشاريعنا. هسه احنا ما دخلنا موازنه برامج، هسه احنا بدنا ندخل في ديمومه ماليه. ديمومه ماليه انا بدي اثبت الاموال اللي وين تروح بالضبط. اما اذا تجاوزت ال 150 تريليون الموازنه صارت 160 170 سوف يقر هذا الصندوق باموال يعني اموال بسيطه. اذا نفس الوضعيه ما سوينا شيء، حطينا صندوق فارغ، فاحنا منتظرين النتيجه النهائيه. طبعا الكلام عارك لان اقول لك انا بدي اقول لك بيقللون الاستثماريه هذول الاحزاب والمحافظات يتعاركون. انا اريد تعطيني 5000 مشروع، تعطيني 1000 مشروع، طبعا وعم باك يجي ينفذها ويجي ياخذ فلوس، جيب المقاول، سوي ذرع على الارض، حط الفلوس بجيبه، سنت له يلكي المشروع، ضربه بتقرير فني مال الاندثار راح المشروع، لعبه مفهومه واضحه ومصره وزاره التخطيط. انا اسال هنا بس على المود او لا عبر هاي النقطه. نعم. يمكن الدكتور احمد يعاوننا عليه. انا اعتمادات وزاره التخطيط. نعم. بالتالي وزاره المالية والتخطيط هي تتلقى المعلومات من الوزارات ومن المحافظات بحاجتها للموازنه. صحيح. وتقرها. انا كمحافظ يابا انا اريد مثلا انا عندي خلينا نقول 1000 مشروع. أي. متلكي او قيد التنفيذ او اريد انفذه. خلينا نقول هو بحاجه ل 1 تريليون دينار. زين. رفعها بالمحافظه الفلانيه سين وصاد وعين والوزاره الفلانيه. بتجي لوزاره التخطيط الماليه هي تعتمد بشكل كلي على ما ياتيها. نعم. لوعتها تحليل، لوعتها تقول لا انا شنو ما اعطيك 1 تريليون. هسه احنا بوضعنا الحالي عفوا نعتمد على اللي هو يقوله. سابقا حتى ما كنا نعتمد على اللي هو يقوله. شلون سووها بقانون الامن الغذائي؟ هاك هاي الفلوس انت براحتك روح. وانت ربك فقط. اي هسه هاي ترى هذا اجراء حديث. قمنا نقول له تعال جيب المشروع، شنو مشروعك؟ كم ذرعه؟ ونحطه بالموال. هذا اجراء حديث جدا. انت قصدك ان احنا ندخل وياه بالمشروع ونقول له وجدي غير وجده، وينك وجد دوله؟ ماكو حكي. هسه الحديث مالتنا نعرف شنو المشروع. القديم اللي رجعونا عليه بالامن الغذائي هاك هاي الفلوس انت براحتك روح توكل. لا ده ما راح اروح دكتور. هي بصراحه الموازنه اللي ذكرها دكتور مصطفى اللي قال 27 تريليون للتخطيط هي هاي موازنه افتراضيه. الفعلي 12 تريليون. الفعلي الجاريه 89 تريليون. الكلي 102 تريليون. قاعد نحكي على 21 مو احنا اعتمدناها 22 وقلنا المشاريع اللي واصله نسبه انجاز قال اجى قرار مجلس الوزراء قال مشاريع متلكئه اللي واصله كذا مرحله انجاز هاي مشوها 70%. اي فالفعل الايرادات 109 تريليون، 6 تريليون عندنا تقريبا 7 تريليون فاض. هاي ال 12 تريليون تبددت على مجموعه من المشاريع اللي هن عندنا 7000 مشروع متلكي. شلون يتلكى هذا المشروع؟ تنباع المقاوله او من واحد لواحد. حصل المشروع حصل في المدارس المدارس الصينيه والمدارس اللي تتذكروها المدارس اللي كانت كلها هياكل بقى. اي فانا ليش اقول انه انت وزاره التخطيط صح؟ ترى وزاره التخطيط هي اللي تخطط الموازنه الاستثماريه وترسلها للوزارات او تصرفها او تناقشها او ترفض مشروع معين حسب الاولويه. تنطق قيد الصرف مالتها بس حسب الاولويه. لذلك هم السياسيين خلي شويني سابقا كانوا ما يحبون وزاره التخطيط لان ما يعرفوها شنو هي وزاره التخطيط. كان ضمن نفسها بعدين عرفوا وزاره التخطيط انه هي ام الخبزه هي ام المشاريع لذلك تشلبوا بها. لذلك انا ايش اقول؟ اقول ترى بس مو بس وزاره التخطيط، تنميه الاقاليم عندنا هاي موازنه خاصه ما لنا علاقه بوزاره التخطيط.
يعني ما لها علاقة بالمنهاج الاستثماري اللي وزارة التخطيط تتبناه، لأنه المحافظ عنده مشاريع هو أعلم بها من غيره، لكن هذه أيضا تخضع لإرادات وإلى ضغوطات وإلى آخره، والمشاريع تنباع من واحد لواحد لحد ما توصل الأخير واحد منتهي الموازنة مالته وصل وشالة ظالة. لذلك أنا ليش أقول إحنا لما نسوي، هو الذكر المنهاج الوزاري ذكر نقطة مهمة جدا بالمحور الـ 12، النقطة الأولى والنقطة الثانية تتعلق بمن؟ تتعلق بضغط الدين العام واعتماد القاعدة الذهبية واعتماد تحليل التكلفة والعائد عن طريق موازنة البرامج. هاي الثلاثة إذا أي حكومة، مو شرط هذه الحكومة، أي حكومة مقبلة، هي سنة، أي حكومة مقبلة أو هاي الحكومة سوت برنامج واحد اعتمادا على ما ذكر بالمنهاج الوزاري، هذا هاي الحكومة راح تنجح. إذا اجت الموازنة بنفس الترتيب السابق دون مؤشرات الحوكمة المالية اللي موجودة حاليا معمول بها بكل الدول، انت اليوم اكو برنامج للحوكمة المالية، هذا البرنامج بثلاث محاور تتعلق بالموازنة، تتعلق بالنفقات والإيرادات والعجز. النفقات فيها داخل كل محور من هاي المحاور 28 مؤشر. انت ذني بدون ما تجيب شركة، بدون ما تجيب ناس، عندنا هواي ناس مختصين وعندنا جاي تشتغل بحوث ودراسات وتقدمها على اساس نشر عالمي، سكوباس وغيرها كلارا فيها. هذه اذا طبقتها بوزارة المالية شنو تضير بيها؟ انت ليش ما تبدي خطوة بالاتجاه الصحيح؟ هاي المؤشرات طبقها على الموازنة الحالية دكتور احمد، احنا وشوف الانحراف اللي موجود. احنا دا نحكي بتنفيذ برامج يولى عليها الدهر، يعني هسه كل الدول انا كل الدول هسه جاي تبحث عن مصدر اموال لتمويل الموازنة، الا احنا عندي فلوس بس ما اعرف شلون. حتى اذا عندك فلوس وعندك فائض، تدري ايش قد متداين وزير الماليه، يعني وزاره الماليه السابقه، الوكيله هي اعلم، لانه هي من تدير وكاله يعني وزاره الماليه ودائره الموازنه، وهي مخضرمه بالوزاره وتعرف جيدا. لكني انا كمختص وكباحث و مجتمع ما نعرف ليش عندنا 7 تريليون فائض وتداينا 4 تريليون فوقاهن غير ادلها، صح؟ ليش؟ انا اقول لك ليش. دين مستمر، السندات سندات وزاره الماليه شو وقت يطرحوها؟ لما اكو عجز. لا، هو شو وقت يطرحوها؟ يطرحها وزير الماليه مبكرا، ولوزير الماليه، شايف هاي الفقره بالموازنه، ولوزير الماليه الصلاحيه في اصدار السندات حسب الحاجه اللي موجوده. هذا يحتاج، هذا يطرح السند لمن؟ يطرحها للمصارف. المصارف اكبر ملاذ امن لها هو الاعتمادات المستنديه، يجيب الدولار ويبيعه، خملوا المصارف خلوها نايمه، وهو جهاز المصرف بكل العالم، هو صاحب النهضات الاقتصاديه. صحيح. شو يسوي هذا؟ يجيب السند عليها 4-5%، هذا من اعلى الملاذات الامنه بالنسبه للقطاع المصرفي، هي ورقه وزاره الماليه، حتى الورقه مال الاسكان اللي طرحها، يعني ما يشتريها مواطن، جابها، لا مقطع خاص ومصارف، يجيبها عليها 5%، يقول له انا 6 اشهر وانطيك اياها، اعطيني اياها بالبدايه، 6 اشهر انطى الاموال، اجى قال له انطيني ابو المصرف مقطع الخاص، قال له انطيني الفلوس اللي انطيتك اياها، قال له ما عندي. إذن بنك المركزي وكيلي أنا، يروح للبنك المركزي عنده CSD، هو هذا النظام في السوق الثانوي يسموه، طلعوها فد آلية حلوة، يعني ما بقتها سنان الشبيبي الدكتور الله يرحمه ما قبل، قال ما أصرف لا بصورة مباشرة ولا أقرض بصورة غير مباشرة، ممنوع قانون البنك المركزي 56 سنة 2004 مانعني إنه أنطي دينار واحد للحكومة. هم بوبوها بهاي، احنا عندنا معركه وعندنا كذا وهذه، المهم شي يجيب السند ينطيه لوزاره الماليه للبنك المركزي، يقول له خصم لي اياه، ما عندي، جيبه خصم لك اياه ب 4%، انا راح اخذ 1%، بس النتيجه النهائيه هو رابح 1%، بس خسران الحد الان 45 تريليون يطلب وزاره الماليه ما مسدده. هذا شو يسموه؟ هاي يسموه تضخم، ويسموه استنزاف للعمله، لانه وزاره الماليه عن طريق الطلب الكلي المتضخم يذهب كله الى الاستيرادات، اغلبه. يعني احنا عندنا 6 اشهر الاحتياطيات، 6 اشهر تحقق لك نسبه امان للعراق. اليوم اذا وصل سعر البرميل النفط صفر، فاحنا منا 6 اشهر الى 8 اشهر المفروض عندي تمويل، احنا عندنا تمويل منين؟ بس منين؟ من الاحتياطيات النقديه، من البنك المركزي. هذه مو فائض،
هم يسموها حتى السياسيين والبرلمانيين من يطلعون بالتلفزيون شو يقولون؟ يقولون احنا عندنا وصل الفائض 89 تريليون، بينما هو مو فائض، هو فقط مبادلة تنقيد العملة يسموه، تعقيم العملة، تعقيم العملة. البنك المركزي عنده مصطلح يعقم العملة، ينطي الوزارة المالية دينار وياخذه بالدولار حسب سعر صرف معين، وبعدين الوزارة من تحتاج أموال تصدر سندات وزارة المالية مكفولة من قبل البنك المركزي، يجي خصم البنك المركزي، والنتيجة النهائية احنا عندنا فائض بالموازنة وعندنا مديونية وعندنا دين، هذا راح تتحمل عبئه الأجيال القادمة. احنا جاي نستهلك اللي هو يتراكم والسياسيين اللي جاي يستهلكوا، والعبء شلون الحروب السابقة مال النظام السابق احنا تحملناها أعباها، اليوم راح نتحمل عبء الفساد اللي موجود الأجيال السابقة وحتى الأجيال الحالية، بس مستفيدين من جزء الراتب الرعاية راتب الكلام المتدني اللي هذا يعني. دكتور مصطفى أنا أريد أرجع للموازنة الاستثمار، بالله التشغيلية متعارف عليها ويمكن ما عليها غبار، هي فلوس توصلها. أنا الحكي هنا أنا بالاستثمارية اللي هي هاي العركة كل سنة نصير عليها اللي حد ما حلوها، اللي يمكن توصل 30-29% كل سنة. هاي في كل سنة تدار، ما أعرف شنو الآلية اللي تدار بها. هل السنة 23-23 هل من الممكن إنه في التبويبها مثل ما قلت الصندوق اللي ممكن زين الإيرادات اللي مساع ما وضحناها بشكل أساسي، الإيرادات الغير نفطية هل ممكن تفعيلها؟ أنا ما أريد أحارب يعني أرجع القديم، على الأقل بالموجود اليوم. بالنسبة للموازنة الاستثمارية اللي تعدها وزارة التخطيط باتفاق مع المحافظات والوزارات، هي عبارة عن خلينا نقول بها جوانب صحيحة وبها جوانب محاباة. يعني مثلا أسا أنت عندك آلاف المشاريع المتلكية، تكلفتها المشاريع كلها شغلها ولا مشروع متلكي قد تصل قلنا 35 تريليون. هم هسه يدين يضيفون فد 2000-3000 مشروع جديد. هي عركة هنا، اكو فائض بالموازنة، اكو خزينة عامة جديد والمتلكي جديد متلكي يمشوه مال سنة واحدة، خلي واحد وما يكمل. احسنت، هي هاي اللعبة احنا دلنا نقول لكم عليها. يابا انت هسه انا جبت المشاريع كلها ما عندك متلكي، وتقول عندي بالخزينة عامة فائض فاضيف جديد، والمحافظات طبعا تكيف، تعال سوي جسر، تعال مش ما يخالف، بس يا جماعه احنا ايرادنا متذبذب، سنة الجايه انا ما ضامن هذا الايراد اللي يجيب. زين انت حضيف 3000 مشروع جي، صار عندك 11000 تكلفتين 50 تريليون، سنة الجايه انت موازنتك تنخفض لان ما عندك ايرادات نفط. يعني رجعنا هي موازنه، رجعنا لايامنا في 2000-3000 مشروع. طبعا هاي من الاثنين مش يصير بشركه تنسحب اندثار ترجع تحيله وترجع ما ادري شنو ترجع، وانت ما تبدي من الصفر. زين هذه سياسه منطقيه، خب اكو طريق اسهل. بس احنا ما نحكي برامج، بدنا نحكي ديمومه ماليه. يا وزارة التخطيط، انت عندك آلاف المشاريع، 8000 مشروع متلكي بهن آلاف، رجعيه هذني الفائض حطيه بالصندوق حتى سنة اللي ما عندك انتي تضمني. صدقني استاذ ياسر، اذا مش هذني 8000 مشروع راح نشهد بنية تحتية وخدمات كبيرة، واحدة منهن، واحدة مشروع واحد 200 مستشفى، واحدة منهن مشروع واحد من عندهن 2000 مدرسة، مشروع واحد من عندهن طريق حولي يربط المحافظات الجنوبية، مشروع واحد ذني مو قليلات. لكن الفساد شلون يشتغل عليك؟ لا اضيف لي 3000 مشروع جديد. طبعا 3000 مشروع ايش عبالك؟ محافظ وفلان وفلان مقاول، تعال فلان هاك هاي فلوس، طش فلوس. وسنت اللي ما عندنا فلوس شي يصير؟ طش فلوس ترجع المتلكي، هم خذ طش فلوس وترجع المتلكي. زين لا انا اذا صار عندي ديمومه راح تبين الشغله. هم ليش ما يردوا هاي الفقره؟ اكو مشاريع انا متاكد من عندها كذب، بس شلون ما تقدر تلك فوق يقول لك اذا كمل المستشفيات بعد ما حاجه تبني مستشفيات. لا لا مو هيك شيء، اكو اسهل من هيك شيء. هذا مشروع هو يقول انا عندي 3 ذراع منجزه، بعد له ذراع يدفع فلوس حتى يحطوه على المشاريع المتلكيه، شو رايك؟ لان اذا الجوي قال له تعال هاي الذرعه نفذها، اجى المقاول نفسه او غيره قال لك هاي ذرعه بعد لا 3 ذراعات هاي كذب هذا المشروع، راح راسا تبين السالفه. فاكو مشاريع متلكيه يدفعون فلوس حتى ما تكمل، شوف المقاول يدفع فلوس لانه هو بالحقيقه ما مسوي الذراع الحقيقيه. انت شو وقت تقيس التقرير الفني النهائي من يكمل الذراع؟ هو شنو حجتهم؟ ماكو فلوس خلك المشروع. هذه من اكبر عمليات الفوضى في العراق، استنزاف الاموال. حجتهم شنو؟ سنه ما حد تذبذب بالايراد، ما عندنا فلوس، خلي نوقف هاي المشاريع، هم كيفون عليها. لكن لو عندنا صندوق قلنا لا من الصندوق الطي، راح تبين يا مشاريع حقيقيه يا مشاريع وهميه يا مشاريع كذبيه، راح تبين. لكن هذا الدحش عليه، هذا يضرب مو امبراطوريات، هذا مليارات تبين من جتي، مليارات دولار تبين من جتي. هذا هو الفساد. انت هذا اسهل. هسه النقطه الثانيه قلت عليها حضرتك، اروح لوزاره الاتصالات تعالي انطوني 5 مليار دولار بدل نص مليار دولار، هذا يحتاج له
يعني خلينا نعالج مشكلة بالقانون بعدين أروح نعالج مشكلة على أرض الواقع. أروح لوزارة النفط يابا أنت تبيعين نفط بالسنة 29 مليار دولار، قانون ايش يقول لك 45% لك و55 للخزينة، لا قاعد تجي 55 ولا 25. زي أنا عاد اختصر لأنه وصلت للمراحل الأخيرة للحلقة. قراءتك اليوم دكتور لموازة 23، هم شلون قال دكتور ما ماكو بس احنا ما سمعنا لا أرقام ماكو. المستشارية ووزارة التخطيط نفس النمط راح يطلعوها نفس الموازنة، أصلاً بالعكس عندهم صراع إنه يسوون الموازنة 160-170 تريون واحتمال ينجحون، يعني راح يضيفون آلاف جديدة، وهذا طبعاً نحكيك عن 10 سنوات من الفساد مستقبلاً، ماكو لا غطاء لهم ولا شيء. فوزارة التخطيط نفس النهج والمستشارية نفس النهج، فبالتالي شو وقت الرواتب يغيرون بها؟ الرواتب شنو؟ موظف تعال عينك تعال انطيك هاي ما بيها على مستوى الدولة. لا ماكو اكو تعيينات جديدة؟ اي حتمشي لكن هاي هل حتسوي بنية تحتية؟ حتنفذ مشاريعنا؟ هل حتطور البلد؟ ماكو هيك حكي. هذا حيستلم راتبه ويقعد يقول لك ماكو خدمات، هذه صحيحة. انا اقول لك على مستوى التعيينات والرواتب والهاي اللي العالم مشغول بها حتمشي. انا اعتقد راح تمشي، لكن على مستوى الجوانب الاستثمارية على زيادة المشاريع تكوين صندوق معالج مشكلة العقار وتوزيع 500,000 اللي هي أساس الفساد ما راح تمشي. قراءتك دكتور أحمد الله عشان. والله هي حسب اللي ما متوفر من المعلومات إنه الموازنة راح تحسب على تقريبا 70 دولار برميل النفط لأنه أساس الموازنة، والنفقات تقريبا 130 مليار دولار، والعجز تقريبا راح يكون بحدود اكثر من 20 مليار دولار نفس المنهجيه السابقه. لكن هذه الموازنه اذا قلنا مثل ما قلنا اذا كانت بها تغير بسيط، خلينا نقول مثلا برنامج، وانا هذه اركز عليها، هو جاي يقول هذا ملزم به، هو السيد رئيس الوزراء ملزم بهذا البرنامج، ووزارة الماليه تابعه للسيد رئيس الوزراء لانه قال انا اريدها، بمعنى انه يقول لك انا اريد اتحكم بالمشاريع وبالانفاق الكلي والى اخره. مساله الموازنه الاستثماريه طبعا انت من تجي ل 2003 لحد 2022 يخصصوا لها 30 تريليون 30% ينفذ منها، ما ينفذوها كلها وترجع مثل ما قال سامي، ترجع الموازنه ترجع وين؟ وزاره الماليه تدور، وهي كلها دين. هو ايش قال؟ قال بالبنهاج الوزاري قال نعتمد القاعده الذهبيه. شنو القاعده الذهبيه؟ القاعده الذهبيه هي قاعده كلاسيكيه طبعا، نظام الراسمالي والراسماليه الكلاسيكيه كانت تنادي بها، يعني من زمن ادم سميث تصور، واحنا العالم مشتغله ورايحه ووصلت لغير امور. القاعده الذهبيه انه انت اي دينار تقترضه يروح لمشروع استثماري، احنا الفلوس اللي جاي نقترضها تدور وتناقل بأمر من وزارة المالية، من استثمارية إلى تشغيلية في بعض الأحيان. يعني أنت قد اقترض مع عام 2020 مو قانونيا تمويل العجز المالي بال 28 تريليون، 28 تريليون بسنة انتهى. مسألة ثانية جزء ما بقى وقت مو؟ لا عدنا وقت. مسألة الواضعي الموازنة ومخططي الموازنة ما يبغون على المؤشرات البقية، مؤشرات اقتصادية. هاي المؤشرات اجت من قواعد ومن معادلات، انت غير تجي تشوف يا بعاني قد عندي عجز كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي، على مدى اروح اشوف انا نفسي وين رايح اللي هو يا أساس. اتجاه متجه وشنو المطب اللي راح اوقع به؟ هذه ما موجوده عندنا مجموعه مؤشرات للاقتصاد العراقي اللي هو اذا انتم ما تقدرون تطلعوها ادخلوا على بيانات البنك الدولي او عنده مؤشرات هو منطيك اياها جاهزه، يقول لك يابا انت مثلا نسبه العجز من الموازنه العامه ايش قد؟ 18% المقرره بقانون الاداره الماليه 2019 3% اللي شو راح تعوضها؟ قلنا لهم سابقا خلوا، او هذه ايضا ما دام بعد الموازنه ما دازيها المجلس النواب، خلوا سقف للدين الحكومي ما اقدر اتجاوزه بعد، اخلي سقف كل دول العالم، اكو دول العالم تصور وين مخليه بالدستور، هذه من اشد المواد القانونيه بالدستور مخلي ماده دستوريه ما يتجاوز ال 50% دين حكومي. اتفاقيه ماستريخت ايش قد تقول 60%. انت اذا ما خليت سقف للدين الحكومي الدين سيستخدم سياسيا، ضل جيب وخلي مستخدم سياسيا. طلعت عليها مظاهرات مثل حكومه السيد عادل عبد المهدي، ايش سوى؟ 315 عيلها 500,000 واحد وسحبهن اي، وهسه هذه اللي عينهم بقت تربيه، اذكرها هسه جزء تفضل. اي
لان هي مناشده منين؟ من مجموعه شباب وخريجين من تربيه الرصافه الثالثه بوزاره التربيه. هذول كل العقود وكل الاجور اليوميه وكل اللي متعينين بعقد مؤقت ثبتوهم على قرار 315، صدر قرار 130 سنة 2021 من الأمانة العامة لمجلس النواب. تربية الرصافة الثالثة دزت بيان رأي إلى الأمانة العامة، قالوا لهم يابا إحنا بعدنا ما مكملين الأوامر الإدارية، ما مصدري لهم، دول مباشرين بس ما مصدري لهم من 2020. اللي مصدري لهم فقط 133 وذول بقوا، يعني ذول همين مباشرين ياهم، بس ما لحقنا كورونا، أحداث سياسية، مظاهرات إلى آخره، لأنه انغلقت المديرية جتها فترة المتظاهرين واقفين بالباب مال المديرية، يعني ماكو دوام نهائياً، يعني حتى المحافظ انطق قال لهم طلعوا لا تبقون بالدائرة. فهذول يصدروا لهم أوامر إدارية على غرار ما صدروه بنينوى 17,000، بديالة 29,000، بالقادسية 32,000، المدينة مدينة الصدر بها 4 مليون نسمة. وراها حي طارق، وراها منطقة الحميدية، وراها مناطق المحيطة بها، وبها عدد سكاني هائل، ودوام المدارس بها 3 أوقات و4 أوقات، والكادر التعليمي مالتنا بنقص حاد، إضافة إلى الأبنية المدرسية. يعني هذه المدينة عدال أكثر من محافظتين يخصصوا لها ضمن محافظة بغداد كرخ ورصافة، وهي فقط تعادل محافظتين، يجب أن يكون تخصيصها أكثر من التخصيص اللي موجود باقي التربيات. لذلك أنا شو أقول؟ أقول ذول 35,000 محاضر صدروا لهم أوامر إدارية، رفعوا للمحافظة، المحافظة رفعتها إلى وزارة التربية، الأمانة العامة. الأمانة العامة بمعنى أنه هذه إحنا من مانع، يعني هو من يرفع كتاب يقول أنا ما مانع، ما رجع الوزارة المديرية الرصافة الثالثة، رفع للأمانة العامة. الأبو الأمانة العامة عنده كتاب سابق شو يقول به؟ يقول لا مانع من إصدار لهم أوامر إدارية. هذا شو وقت؟ بداية هذه السنة والسنة السابقة صدروا لهم أوامر إدارية، رفع لوزارة التربية، وزارة التربية رفعتها لوزارة المالية بقسم الآن هو في وزارة المالية، وهنالك ضغط كبير، وبعض النواب مشكورين والوزراء والمحافظ ومدير العام وإلى آخره متعاونين ويا هذه الشريحة، لأن هذه الشريحة مظلومة أولا، وثانيا هي حالها حال أقرانها اللي سووا لهم عقد بسنتين وثبتوا بعدين 315. يثبتون؟ لذلك هسه هم ما يريدون يثبتون. يريدون بس يريدون بس 315. بس التربية الثالثة الشهر السادس صدر قرار 311 من مجلس الوزراء، 330 عفوا، قرار 130 2001 الشهر السادس. احنا يا شهر هسه شهر 11/2022 صار لهم سنة وشهر يصدرون أوامر إدارية. لا لا مو هاي القضية، القضية كانوا ما محصلين موافقة هذول الباقين. من الباقين ال 35,000 هم 310 بس معقولة؟ لا لا هم شقد هم شقد هم وهي صارت تقطعات بها موافقات. احنا عندنا منين كوزارة التربية ما عندنا جهة أساسية اللي هي محافظة وزارة التربية، كل من يصدر أوامر بكيفه، وهذا على ما يروح الأمر وعلى ما يناقشوه على ما يشكلون نجلة وعلى ما ياخذ له بالسنة. احنا ايش قد صدروا بالبداية؟ 700 واحد، هذول اللي مباشرين قبل 2019 777 هيك شيء بهالحدود. بعدين 133 هذول قدموا بال 2019 ويا الفوره مال التظاهرات، هذول داوموا 133 شخص لو 1000 133 شخص والله. هذول ويا التظاهرات، هذول مشوا ويا التظاهرات. بعدين احنا المدينه شفنا انه مظلومه بهذا الشيء قضيه المحاضرين، لان عندنا شهادات عليا، دكتوراه وماجستير وبكالوريوس، محاضر ومحاضرات. بعدين ايش قلنا لهم؟ يعني هي الدائره كانت متعاونه، قلنا لهم راح نحصل لكم، يعني هم قالوا راح نحصل لكم موافقه من الامانه العامه، اكو لجنه تشكلت بالامانه العامه، هاي الامانه العامه من يروح لها الكتاب يظن نايم الا تشكل بسبب اكو هاي اسباب، اكو هاي امور، فحصلوا موافقه من الامانه العامه. شو وقت اجت الموافقه؟ هذا قرار 130 ذكرته يخص ال 133 وال 700 وحتى ذاكرهم بالاسم صدروا لهم. اجت الموافقه بال 2022 وهم ناس مداومين وماشي امورهم. بال 2022 صدروا لهم اوامر اداريه مال مباشره. بقت منين الموافقه الان؟ بقت الماليه. ف
فقط من وزارة المالية، بمعنى وزارة التربية ما مانعة لأنه حائل الكتاب إلى وزارة المالية أنه لذلك وزارة المالية اليوم الناشد أو عن طريق يعني على لساننا أنه وصلتنا المناشدة هذه أنه أن تنظر بعين الأبوة لهؤلاء المحاضرين لأنه هذا قطاع تربوي وكل العالم يدعم القطاع التربوي بنسبة 100% صحيح. حتى أمريكا أمريكا إذا اعتبروهم تدريش قد تخصيصاتهم تخصيصاتهم تقريبا 168 مليار بالسنة بينما إحنا بشخطة قلم راحت لنا 3.7 تريليون يعني اعتبروا من التخطيط لذلك أنا قبل شغل أقول التعيينات لا ما يصير الرشق وهاي بس من جاي نشوف هاي السرقات والعالم خطيا اللي جاي يشوف اللي هو راتبه 700,000 ولا 600,000 فاحنا اللي يراد لنا العفو دكتور مصطفى من نقطة اللي يراد لنا مشكلتنا مو مشكلة السيولة بس لا 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 مشكلة إدارة إدارة الدولة اليوم إذا سويت إدارة مالية بقطاع الضريبة راح تحصل أكثر من الموجود 50% يعني إذا اليوم دخلت برنامج الإسكودا اللي موجود معمول به حتى السودان ملتمين لهذا البرنامج بال 1990 اذا دخلت لهذا البرنامج هو وزير الماليه طرحه وتعاون ويا منظمه التجاره العالميه بس توقف بوزاره الماليه والاتمته الامس هم نفس الشيء هم نايم بوزاره الماليه مشروعين ذني اذا شغلتهم راح تحصل 50% من الايرادات الضريبيه والايرادات الجمركيه بعد ما تباع الوزاره بلد اذا تعالج ماليا واداره ماليه تصير ب 100 و360 درجه ينقلب وضعه هاي هاي من بديهيات صراحه اني أشكر معلوماتكم القيمة أتمنى أن تكون موازنة 23 هذا اللي يتمناه حقيقة أن تكون هي موازنة برامج تحقق أقل 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 تقدير هي تكون خدمية أساسية حتى للشارع العراقي والسوق أشكر دكتور أحمد الهذال الخبير الاقتصادي وأشكر الدكتور مصطفى حدوج الباحث في الشأن المالي والشكر موصولكم سادة المشاهدين حتى نلتقيكم بحلقات أخرى لذاك الوقت في أمان الله.